يقول مايكل كوردن في كتابه الموسوم كوبرا 2 التفاصيل الخفية لغزو العراق واحتلاله، إن الحيرة قد اعترت معاوني رئيس صدام بسبب التهم التي وجهها باول بشأن امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل، فالجيش لم يجري أي تحضيرات أو تدريبات لاستخدام أسلحة كيماوية أو جرثومية منذ عام 1991، ولم يكن لدى عبد التواب ملا حويش المشرف على التصنيع العسكري أي فكرة عما تتحدث عنه الولايات المتحدة، ولذلك قال للمحققين الأمريكيين في معتقله بعد الحرب أنه كان يتساءل عن السبب الذي يدعو بوش إلى الاعتقاد بأننا نمتلك مثل هذه الأسلحة. بعد احتلال العراق واكتشاف أنه لا يمتلك أسلحة دمار شامل، لأن فرق التفتيش التي شكلتها الولايات المتحدة لم تجد شيئا على الأطلاق، اعتبر كولن باول خطابه في مجلس الأمن وصمة عار عليه في حياته السياسية.